ذلك من يقرأ القرآن الحديث عن فرعون، فرعون بحكم المستبد المطلق، وكان هو القرآن بين أن نتيجته كانت سيئة، نتيجته كانت وخيمة يعني غرق في البحر في النهاية. مقابل ذلك قدم نموذج آخر، ونموذج الشورى ممثلا بسيدة اسمها كانت ملكة سباء، من يقرأ القرآن في اليمن، كانت هنالك ملكة اسمها ملكة سباء. القرآن نوه بهذه السيدة لأنها كانت تستشير قومها.